احنا النهاردة بنقدم مش كتاب، لكن بنقدم فنانة سويسرية، إيفلين بوريه، وهي فنانة سويسرية جاءت إلى مصر مع أبيها اللي كان قسيس بروتستانتي في السويسري، جه مع المجموعة السويسرية اللي جاءت إلى القاهرة، أحبت مصر وعاشت الآن في الفيوم في إحدى القرى القريبة من الفيوم، وبدأت مدرسة في الخزف، مدرسة تعلم أطفال القرية، الأطفال الذين بدون تعليم بتعلمهم كيف يشكلون الطمي يعني التلقائية في فن الأطفال، ودي مدرسة بدأها حبيب جرئ في الأربعينات. وجه بعده رمسيس سويسا اللي هو متزوج من ابنته، وعمل السجاجيد اللي بيغزلوها الاطفال. المهم ان ايفلين بوريه عملت هذه المدرسه، وبتتخرج منها العديد من الاطفال الفنانين، بل انها نظمت معارض عديده، واعتقد ان هناك معرض سينظم قريبا، اعتقد في دار العرض في دار الاوبرا او في مكان من الاماكن المهمه. فإحنا بنبين زيها زي روبرتس قبل كده اللي عبر عن حب مصر عن طريق الصور، وزي لوفيلا عبرت عن طريق الصور الفوتوغرافية، إن في طرق مختلفة للتعبير عن أحاسيس الناس نحو بلدنا مصر، ومنهم إيفلين بوريه التي تعيش الآن في مصر في قرية بجوار في محافظة الفيوم، واستطاعت أن تعلم العديد من الأطفال فن الخزف. و تكون فخار قدماء المصريين من عجينة رمادية اللون أو مصفرة، وكانوا يطلون أوانيهم بطلاء زجاجي أخضر اللون أو أزرق، كما كانوا يزخرفون هذه الأواني بطلاء أسود، وكان هذا الطلاء يتكون من خطوط متعرجة ومتكسرة في أغلب الأحيان. ومن أوانيهم ما كان يسمى بالأواني الكانوبية نسبة إلى كانوبي، إحدى المدن المصرية الشهيرة القديمة، التي كانوا يصنعون منها الفخار ليستخدمونه في ترشيح مياه النيل. هذه المدينة هي أبو قير حالياً.
حينما اندثرت الوسائل الفنية الخزفية في بلاد الروم والإغريق، جاء العرب وفتحوا البلاد والأمصار وأنشأوا فيها فنونا وصناعات اشتهرت بطابع مميز. من هذه الفنون فنون الخزف وصناعة الفخار. هذه الفنون التي انتشرت في العالم الإسلامي وخاصة في مصر. الفنانة والخزافة إيفيلين بوريه، أتيت إلى هنا إلى عزبة تونس منذ أكثر من 22 عاماً، وأتيت إلى مصر على وجه العموم منذ أكثر من 30 عاماً. لماذا تركت سويسرا وتركت فرنسا وأتيت إلى هنا إلى مصر واستقريت هنا وبدأت عملك؟ لا، متهيألي ده صدفة. يعني أبويا جاي في مصر فجيت أنا أشوف البلد وعرفت ناس وحبيت المكان. أول ما شفت عزبة تونس بعد سنين كبيرة عجبتني جدا، ما كانش فيه لسه أي حد ولا بني ولا مباني بالسمنت، أي حاجة كانت فادية والبركة قدامي والنخل يعني كل حاجة حلوة قوي. قلت لازم أعيش هنا. هل نستطيع القول أن سحر الشرق اجتذب الفنانة إيفيلين بوري وسحر مصر على وجه الخصوص؟ والله ما اعرفش يعني اشمعنى الناس حبيتها يعني، وما ماليش نفسي اروح سويسرا، بس يعني ليه؟ يمكن عيشت زمان في مصر في حياه تانية. تقول الفنانه إيفيلين بوري: هؤلاء هم بعض تلامذتي، تلقوا تعليمهم على يدي منذ ان كانوا صغارا، وهذه هي راويه افضل فنانات التلقائيات والتي تناولت أعمالها المخرجة عطيات الأبنودي في فيلم تسجيلي عنها، كما كان لها معرضا في باريس ومعرضا في المركز الثقافي البريطاني. ولدي تلامذة صغار السن أيضا، وأريد أن أوجه دعوة من منبركم عن التلامذة الصغار الذين يملؤون هذه البلدة والبلدات المجاورة ويريدون التعلم. إن هؤلاء الصغار يحتاجون ممولاً من أجل عملية التعليم، وأنا قد علمت أكثر من جيل، والجيل الجديد عليه عملية تعليم الجيل الأصغر، ولكن أين هو التمويل؟ نريد أن نتحدث الآن عن ظروف عملك وبداية وجودك في هذا المكان عزبة تونس وبنائك لهذا المنزل. إحنا الأول بنينا بالحجر زمان قوي لما جيت أول مرة، بس لما جيت تاني بجوزي السويسري كان الأولاد صغيرين، وهو اللي شاف الناس بتبني زي بالطوب الناي، وانبسطنا جدا من الطوب الناي عشان بنحب قوي كل الشغل بالتين، يعني التين بتاعت الفخار زي التين بتاعت البيوت، يعني مبسوطين قوي من الحكاية دي، فبنينا كله والباقي بالتينة. يعني عشت وقت طويل هنا وأنا بعمل أنا وجوزي وأولادي وبنعمل شغل فخار مع بعض وماشي كويس، ودايما الأولاد كانوا بيجوا يلعبوا مع أولادنا، وكنت بشوف إن بيعملوا تمثيل حلوة جدا تلقائية كده، هما بيلعبوا في التين عندهم ومع الغنم وكده، فكانوا بيعملوا اللعب بتاعتهم، فكان بيعجبني جدا، بيشبه الحاجات اللي بشوفها في المتحف وفي المتاحف عموما في الحاجات البدائية قوي، وكنت مبسوطة منهم وكنت دايما بحس اني لازم نعمل معهم حاجة. وبعدين اشتغلت زمان مع وسواسف وفكرته عجبتني جدا، يعني نفس الفكره برضو ان نسيب الاولاد حرين وهيعملوا حاجات حلوه قوي، خصوصا اللي ما راحش المدرسه كمان. كيف تم إنشاء هذه المدرسة وهذه الجمعية التي تقومين فيها بالتدريس للأولاد الصغار؟ الأول الحكومة طلب مني ناس جم من الشؤون الاجتماعية ومن المحافظة يقولوا لي طيب مش عايزة تعلمي ناس وكده، وقلت يا نهار أبيض أشتغل مع الحكومة صعب،
وبعدين يعني من ده على ده قالوا لي ممكن نديك مكان وندفع فلوس في الاخر. يعني خدت وقت كتير قوي وبس وقفت اني اشتغل مع جمعيه بتاع الشؤون الاجتماعيه. بس اتغيرت بعد كده، دلوقتي انا عملت جمعيه عشان ما نعرفش نتفاهم مع الجمعيات التانيه وما بيفهموش في الفن ولا في يعني صعب قوي. فاحنا دلوقتي انا واصحابي عملنا جمعيه واحنا اللي بنشرف على المدرسه وبنأجر من المدرسه من الجمعيه التانيه. كما تحدثت معنا الفنانه ايفلين بوري عن فن الخزف وخاصة عن الفنانين التلقائيين وقالت: هذه هي الفرصة الأخيرة الآن في نهاية الألفية الثانية لكي نعلم هؤلاء الصغار صناعة الخزف التلقائية، حيث أن الألفية الثالثة تعتمد على الحرفية والصناعة أكثر من الفن التلقائي. ولكن لماذا لم تقومين بنفسك ببناء هذه الجمعية وهذه المدرسة؟ هل واجهتك بعض المشاكل؟ أولاً يعني ما كانش عندي فلوس كتير عشان أبني ده كله، والحكومة كان عايز يبني، فقلت طيب كويس إن يبقى في فلوس لحاجة للعزبة، يعني حاجة كويسة للأولاد، فقلت ممكن. بس بعد كده لما انا يعني احنا ما تفهمناش مع الجمعيه الثانيه، عملنا معرض ونجح في الاوبرا، عملنا معرض نجح كويس جدا في الاوبرا. بس بعد كده لما جه الفلوس كان في يعني حصل مشاكل، فقلت لهم مش هقدر اشتغل كده، يعني انا دلوقتي عايز اجر منكم، عشان ما كانش عندي شجاعه مدام المدرسة جنبي أبني واحدة تانية عشان أشتغل أنا لوحدي. قلت لأ، فوقفت وقت طويل لغاية ما هم وقفوا. وعن ظروف عملها في المنزل تقول الفنانة إيفلين بوري: قعدنا 10 سنين من غير مية ولا كهرباء والأولاد صغيرين وجبنا لومة جهاز وعيشنا كويس، وبعدين جت الكهرباء وجت المية ودلوقتي عندنا تلفزيون وديش وتلاجة وكل حاجة. آخر حاجة جت التليفون من شهرين. وماذا عن علاقتك بالتلاميذ في هذه المدرسة وظروف العمل، وكيف يكون التعليم الحر لتلاميذ هذه المدرسة؟ هو الفخار له قوانين، يعني الدولاب عشان يشتغلوا في الدولاب له قوانين، فلازم ده نعلمهم. ففي يعني في حاجات لازم في التكنيك لازم يعرفوها، وزي نعمل تينة وزي نضرب التينة وزي نلون ما نحطش لون زيادة ولون قليل، وزي ندخلهم في الفرن وزي نحرق الفرن، كله ده يعني حاجات كتير جدا. فطبعا لازم نعلمهم، بس في الرسم وفي التمثيل وكده ده اللي انا عايز مفروض يبقوا حرين. طبعا ساعات بقول لهم بديهم يعني ساعات ما عندهمش افكار، فبقول لهم طيب في الغيط في ايه ونقدر نرسم الهدهد ولا نقدر نرسم، وساعات بوري لهم شويه صور من نفس النوع الناس اللي كانوا بيعملوا شغل تلقائي في افريقيا وفي حته تانيه، فبوريهم ولا فن اسلامي قديم، فخار اسلامي القديم دي عظيمه جدا يعني حلوه بطريقه مش معقول يعني، فساعات بوري لهم شويه صور وهم بيشتغلوا بيشوفوها وبيروحوا يعملوها بتلقائيه برضو، يعني ما بيرسموش ما بينقلوش الكلام، بيطلعوا حاجه تانيه، بس ده بيديهم شويه.
أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1895. منذ بضع سنين كانت الطبقات العليا من تلال مدينة الفسطاط تستخدم كسماد للزراعة، وفي أثناء الحفر كانت الفؤوس تغور غالبا في بقايا أواني خزفية من كل نوع. وقد برهنت لنا هذه الآثار بطريقة لا تقبل الشك على أن عرب وادي النيل مارسوا صناعة وفن الخزف على أوسع مدى. وقول المؤرخين ليس البرهان الوحيد، بل أمامنا بعض الأواني التي وجدت عندي مشكلة الإقامة تتعبني، ويعني نفسي أعيش في هدوء وهكون مصرية زي الناس التانية، ولو في جنسية ولا حاجة كده من غير تصريح عمل يعني نفسي أعيش هنا.